الزمالك يحق ليه القيد، البعض الاخر يقول لك ان الزمالك خلاص ما يحقش ليه القيد لان الزمالك كان عليه غرامات وكان في خطاب وصل من الاتحاد لنادي الزمالك ولكل الانديه، كل الانديه سوت مديوناتها مع الاتحاد ما عدا نادي الزمالك اللي راح في اخر نص ساعه يحل الموضوع. رؤيتك للازمه دي بالتحديد ورايك ايه؟ بص يا امير، في حاجه اسمها سيستم. يعني ايه سيستم؟ يعني انت النهارده ممكن تحط اللعيب على السيستم، لو لما حطيت اللعيب على السيستم انت بتحجزه، انت فاهمني؟ يعني انت النهارده الاول بيعمل ايه؟ هو بيخش بيستعلم، كل نادي ليه باسورد بيخش عليه، فبيخش يستعلم على اللعيب لانه لازم يتشال من النادي التاني، فبيخش يقول ايه، خلاص انا شلته من على السيستم عندي، فانت ايه، استعلم عليه. لما بيستعلم عليه ملوش في نادي، فبيستعلم ملوش حاجه، فبيدوس عليه ان هو بقى على حلو السيستم. حلو حلو، طالما اتحط على السيستم بيستنى بقى ايه، الضوء الاخضر من الاتحاد. تمام. الضوء الاخضر ده هو اللي بيخليه يطلع كارنيه. مش مشروط بمدة، لا 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 مش مشروط بمدة. انت فاهم؟ طب يعني في الضوء مشكله، الأخضر ده في مش مشكله. مشروط لا ليه، بإن ليه بقى؟ لازم قبل هقول يوم لك، انت واحد فبراير. لما انت بتحطه على السيستم انت حجزته، تمام. لما بتحجزه على السيستم خد بالك في مشكله بقى معاك. لما بيبقى في مشكله معاك هو ما بيدوسش ضوء اخضر، لان لو دوس ضوء اخضر يبقى خلاص هو اتقيد، انت فاهمني؟ فبيعمل ايه، بيحجزه لحد ما المشكله تتحل. بعد ما المشكله تتحل هو بيفتح السيستم من عنده ايوه. اتحاد الكره، لان ليه باسورد برضه، بيفتح السيستم من عنده، يدوس الاخضر يطلع له هل كارنيه. اتحاد الكرة يحق ليه فتح السيستم ده في اي وقت من الاوقات، في اي شهر من الشهور؟ طالما انت حاجز، اصل انت ما في لعيبه محطوطه. طب يعني انت انا اقول لك على آلية حاجه، الحجز ازاي انا في اقول لك الزمالك؟ على حاجه، انت النهارده عندك لعيب افريقي حلو جايبه، حلو. حلو، اللعيب الافريقي ده لسه البطاقه الدوليه ما وصلتش، لكن كل اوراقه وكل دنيته كويس. واستعلمت عليه، لقيته ان هو مش مقيد في نادي، فحجزته على السيستم. ودفعت رسوم التعاقد معاه. فانت بتقول ايه، الراجل ده لسه البطاقه ما جاتش، فمش هينفع يتقيد، فانا باخد مكان ليه ان الراجل ده معايا لحد ما الايه، ما البطاقه الدوليه تيجي. اول ما البطاقه الدوليه تيجي بيفتح السيستم عنده، بيدوس ضوء اخضر، بيتقيد في اي وقت خلاص. في اي وقت، طالما دفع الرسوم. طالما دافع الرسوم، ما الرسوم، طب ما ده ماذا رسوم لو قيد. لم بص تدفع بص، هذه الرسوم؟ اصل رسوم قيد دي خد بالك هو المفروض بيدفعها عادي، رسوم القيد ملهاش علاقه بالمديونيه اللي على الزمالك، اصل رسوم القيد انا دي مش فاهم، حاجات ما انا فاهم، كبيره، ما انا عارف دي انت رسوم فاهمني؟ قيد اللعيبه الجديده. هو دلوقتي يقبلها او ما يقبلهاش دي مش بتاعتي انا، حاطط السيستم. انا ممكن اقول لك رسوم كده وانت بتقول لي مش هقبلها، انت حر، لكن انا حاجز اللعيب ده على السيستم، انت فاهمني؟ فدي قصه تانية. لكن انت بقى سويت المديونيه بتاعتك ودفعت، خلاص يفتح السيستم من عنده هل ويقيده. بتشوف ان في تعنت من اتحاد الكره تجاه نادي الزمالك؟ بص هو في لوائح، حلو قوي. انت فاهمني، انا دايما زي ما قلت لك، وانا حقاني انا بمشي باللوائح. لو اتحاد الكوره ليه حق في القصه دي، دي بتاعته، تمام. ملوش حق يبقى ما ينفعش، لكن انت بتقول من انت وجهة فاهمني؟ نظرك او من خلال متابعتك يعني ان لا، الزمالك يحق له ان هو قائد اللعيب. يحق له ان هو قائد اللعيب. طب هل تتوقع ان اللعيبه هتلعب وتتأيد فعلا، ولا شايف الدنيا راحت لازم على الامور تيتا؟ تتحل عشان يتقيد، ما هي مش هل هي... تتوقع حلها؟ ان شاء الله. مين اللي ممكن يكون عنده القدرة في حل هذه ما هو الأزمة لازم، أو تدخل لحلها؟ بص لازم تتحل يا امير، لان انت النهارده الناس الزمالك عنده مديونيه بيجدولها، لازم يدفع فلوس عشان يتفتح السيستم يداس ضوء اخضر. يعني على الاقل مجلس هل الاداره لو لقى الامور في الحته دي مش هيسكت، على الاقل يدفع حتى اللي هم اللي بيقولوا 10 مليون جنيه اللي هو أيوة. بدء دفع الفلوس عشان اللعيبه، لان نادي الزمالك مش هيسكت ان اللعيبه دي ما تلعبش الست شهور، صعب جدا. هل كان ممكن تفادي كل هذه الأزمة وكل هذا اللغط من خلال حل المشكلة أصلا بتاعت نادي الزمالك من بدري، من بداية الشهر أو من نص الشهر، مش آخر نص ساعة؟ بداية الشهر، آخر الشهر، خد بالك حتة القيد والكلام ده، أنت فاهم، بعيد عن المديونية، أنا ماليش علاقة بالمديونية. سواء بقى الساعة 10 الساعة 11، طالما أنا ليا وقت عادي. لكن هي المشكلة في إيه؟ إن هو ممكن يكون ما كانش عامل حسابه في حتة المديونية، إن ممكن اتحاد الكورة يقول لك لا أنا ليا فلوس فأنا عايزها، أنت فاهمني؟ دي بتاعته، دي لائحة، أنت فاهمني؟ بس أنا هرجع أقول برضه، معلش انا عاتب هي بقى على بس اتحاد الكوره زي ما هو هو بس عنده في حق. جزئيه مهمه يا كابتن وائل. انت لازم تاخد الموافقه على القيد من اتحاد الكوره قبل غلق باب القيد ده، طبقا للمعلومه اللي عندي. وارد اكون صح وارد اكون غلط، ومن المنطقه طبعا الاول ما انا وارد اكون صح وارد اكون هرجع اقول غلط. لك تاني، انا بقول لك يعني البحث. هرجع اقول لك تاني، الموافقه يعني الضوء الاخضر، حلو. ما انا عارف، انت فاهمني؟ طب ما انا قلت لك لو لعيب افريقي وحجزته هيديني الضوء الاخضر، اطلع له كارنيه، اطلع له كارنيه زي من غير بطاقه دوليه. ها، تمام. يعني كان ممكن فانا تفادي بكلمك، القصه. فانا بكلمك برضو زي ما انا جيت وقلت ان في لوائح. طيب انت النهارده كاتحاد الكوره كل قراراتك اللي بتاخدها بتصمم عليها؟ ها، حد فترات سابقه يجاوبني، كتير لا لا بصراحه. عليك نور. النهارده كان ممكن تعمل اي حاجه عشان تحل الازمه،
انت فاهمني؟ طب انا يمكن معاك ان في الاتحاد، نوايا، يمكن الاتحاد نفسي قرر ان هو ياخد قرارات ويستمر على نفسي قراراته. لما يجي اتحاد الكرة ياخد قرارات ياخدها على اي حد زي ما هو بقى ايوه بيتكلم، دي حاجه مطلوبه جدا خدها على بصراحه، اي حد على الاهلي وعلى تمام، الزمالك وعلى كله. على اي حد، وانا ساعتها نبقى معاك، انا ما عنديش مشكلة اي حاجة في اتحاد الكرة طالما انت واخدها لصالح الكرة المصرية انا ما عنديش مشكلة. لكن انت المشكلة ان انت ساعات بتتأثر بحاجات فبترجع في قراراتك، وده حصل كتير. انت بقى دلوقتي عايز تصمم على قراراتك، اذا خد قرارات بقى في كل حاجة، طبعا ما ينفعش تاخد قرار في طبعا. حاجة وبعدين تتغاضى عن حاجة. الأزمة دي هتنتهي على ايه يا كابتن؟ لا ان شاء الله هتحل، ما انا قلت لك هتتحل. حتى لو اتحاد الكرة بقى فيه تعنت، لا زي ما انا قلت لك ان اكيد مجلس اداره نادي الزمالك هتدفع فلوس على الاقل عشان اللعيبه دي تاخد الدولار. طيب ده بخصوص نادي الزمالك.